يوم ان شاء الله لو وصلت البيت خلاص على طول راح تعب 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 تعب. نمت هنا نمنا هنا يا لطيف مويه في يمي شرب عصير بس سخن ما في مويه. شوف هذا الجركن هذا قاعدة أساسية صراحة. صوت الجبال لازم يكون معك. تمر وتين أو لا تمر أو تين مع موية. يكون عندك سكر حبة سكر كده حالة ولا عصير لأنه ممكن تدوخ ممكن التوازن يروح لك ممكن انخفاض الهواء أكسجين ما عندك شيء تعب. لازم بين الفينة والأخرى لازم ترتاح لازم راح. والله في الصعود والله شباب تعبانين شباب تعبانين 100% عملوا 4 ساعات الجبل هذا تطلعوا في 3 ساعات تنزلوا في ساعتين. هادو شباب جايبين موية يبيعوها استغلال وبيع وشراء فرصة تجارة. وهنا الباكستانيين هنا تحتاج غصب عنك الموية. تكير دي صدقة ما في لسه. شكرا حبيبي الله يسهل الله ييسر الامور. كله خلاص يجي يبيع المويه ولك اعطيني صدق. هم عاملين كذا بيع وشراء وشحات. استغفر الله العظيم واتوب اليه. وعليكم السلام. والله لو مشروع تلفريك هنا يكون انجح من تلفريك اللي في الطائف. شوف من الجبل هذا الى غاية القمة. والله تلفريك هنا بالنسبة لجبل نور غار حراء انجح لانه في ناس كثيرة تيجي عمرة وهذا ما يبغوا يتعبوا يطلعوا يطلبوا لك شحاتة وتطلعين السلعة يبيعوها. شو من هناك التلفريك يكون وينزل ولا من مكة ينزل الجبال من الجبال الصغيرة اللي في مكة بحيث الواحد يطلع من العمرة يطلع له مباشرة. وصلنا لسفلت الحين اروح لسيارتي هنا هناك طلعنا. والله طلعت والله تعب 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 ما لي إلا أقول عليك الصلاة والسلام يا رسول الله عليك الصلاة والسلام يا رسول الله عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. ننزل الحين السيارة من حاضر هذا الحال ويتعبك إلى غاية البوابة الحال يتعبك. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن جيت لهنا 9:30 رجعت من نور 1:30 مشكلة. يا لطيف المركز هنا يا توعوي مركز ميدان توعوي بجبل هذا المطعم
موينات. استنى شوية بعد. يا الله. مركز هنا يا توعوي. مركز ميدان توعوي بشغل. موينات سر شويه بعد يا الله. كله هنا يا هنود على بنقال على بنقال بنقلديش تعب والحريم تعب كل التعب تعب كل الناس اشتري حاجة ناخذ هنا سجل في فتصالة هذا تعمل حاجة الناس بتعمل المحل ما في واحد وانا اخذت عصير في المحل انت يرحم والديك والله كنت عايز اسرق لكن يلا ربك ستر ها كيفك والله اخذت عصير اوريجينال هذا كم يا سلام عليك هذا المنحدر وقربت لسيارتي وهناك شوف الجبال شوف الجبال هنا جبال هناك طلعت يا لطيف طالعين والله منحدر صعب شي جنبه يا دوبك عاد عندك كلهم سودانيين سودانيين يتحدوا مع بعض شو الحجر بالله عليك شو الحجر هنا كيف عملوا الطريق هذا؟ أنا أعرف هذا جبل طور أو جبل عفوا جبل النور هذه سيارة قديمة إحنا في مكة شوف عمرها زبالة عمروها زبالة مستنيين الحين بس لشاحنة البلدية تأخذها شيء لا يليق لا يليق بنا لا يليق بنا طم الكبرى ان في باكستانيين وهنود عادي عندهم رمي الزبالة رمي عادي عندهم يعني استغفر الله العظيم وتوب اليه هذا مسجد هناك هذا صومعة المسجد مع الساعة جوعان انه جوعان وبغي الطازج ناكل طازج ماني قادر امشي قاع جوعان بغي ناكل نشوف وضح الله افراد ده محطة في طريق الطائف مكة المكرمة العوالي ولا ما اعرف ايش يلا نتقابل يا الله يا سلام عليك هذا الطازج نشوف الحين السيرة كيف ربك يسر ما قدرت أكمل اسمه طريق جعت وعطشت وكذا فعايز أشرب أكل طازج دجاج بروست ولا دجاج شوي لأن أنا منتظر الحين دوري أنا شو تعب كثير طلبت بروست من الطازج وسلطة لولا الجوع وما ما أكل عندهم نظامهم زفت
وما هو يعني ما هم منتظمين. رقمك 73 يعطي 83 84 85 73، مع العلم انه بروست عادي يعني شي حاجة يبغى لها تتأخر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مشيت على رحلتي كانت على طريق السيل، ورجعي رجع على طريق الكرة او طريق الهادة عقبة الهادة. الحين عقبة الهادة ندخل نقطة التفتيش، وبعدين عقبة الهادة تبدأ. شو الجبال؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والحمد لله يا الله لك الحمد والشكر والنعم والملك، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد عددا لا يعده العادون وإن اجتمعوا عليه. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. تيوس يا ولدي تعال أعطيني، أعطيني إياه أوريك أكل الأسد. تعال أعطينا إياه ناكل، أوريك أكل الأسد. الحمد لله وصلنا عقبة الهادة ولا عقبة الكرة، احنا قرية الكرة عديناها ونقطة التفتيش عديناها. اليوم كان حر في مكة لكن الحمد لله الطايف شوية بارد. الطايف من هنا 44 كيلومتر والرياض 950. هذه جبال الطايف، أنا أطلع فوق هناك هناك. وهكذا صعدنا الجبل، وهذه عقبة الكرة وعقبة الهدى، يعني فاضل 5 دقائق لبيتي إن شاء الله بإذن الله. كله بأمر الله، لفينا لفة كويسة محترمة اليوم، عملنا رياضة رياضة محترمة اليوم. هنا هذا الطايف، هذا عقبة الهادى. هذا المدخل. الحمد لله اللهم لك الحمد. الناس بالهبل جاي الطايف، حر في مكة، ظهر ولاد مكة كلهم طلعوا، عوائل مكة ولا جدة كلهم طلعوا الطايف. الطايف يتميز بالبرد، الجو البرد، الناس تحت الكباري شوية تحت الكوبري، واللي هنا الجلسة. شوف جلسات محترمة الصراحة، شوي ما شوي إلى آخره، شيء رائع. أنا جيت في الزحمة في عقبة الكر وعقبة الهادة، هذه كان فيها زحمة بنت كلب، زحمة زحمة حتى في نقطة التفتيش وكله زحمة. وصلنا بخير وعلى خير ولله المن والحمد. هذا من فضل ربي وما أوتيته على علم عندي.